باستعراضات جماعية قدمها منخرطي نواديها افتتحت الرابطة الولائية للكاراتيدو لولاية تندوف البطولة الولائية كاتا وكيميتي وسط القاعة المتعددة الرياضات مصطفى زيتوني بحضور مؤطرين جهويين ووطنيين ودوليين. البطولة الولائية للكاراتيدو بولاية تندوف في الجانب التقني احنا رانا ان شاء الله مبروغرامين مع لي زاطيط موجودين هم قبل البطولة هذه باش يكونوا في احسن يشرفونا زعما في الولاية وخارج الولاية ان شاء الله. نظمنا البطولة الولائية للكاراتيدو اصناف كتاكيت واطفال وبراعم جميع الاصناف كاتا وكيميتي عدد المشاركين 250 مشارك. كل فرد من الأطفال المتنافسين في هذه البطولة اجتهد وثابر علّه يظفر بنتيجة مشرفة. شاركنا في البطولة الولائية للكاراتي بولاية تندوف بدعوة من الأخ والزميل رئيس رابطة تندوف مرفوق بأربع خمس حكام. اليوم جينا لهذا البطولة الولائية باش نأثروا على البطولة الولائية مع بعض الحكام من ولاية أدرار ومن ولاية تندوف. شاركت في البطولة الولائية وديت المرتبة الأولى بفضل المدرب. شاركت في هذه المسابقة غير اليوم وطلعت في المركز الثاني، أتيت المرتبة الثالثة بفضل المعلم.